بل اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون سعادة السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية تنزانيا المتحدة عمر يوسف مزي الذي أدى له زيارة وداع بمناسبة انتهاء مهمته في الجزائر. Had a very good conversation between myself and the president. We were discussing about كانت لي محادثات جيدة مع رئيس الجمهورية، تطرقنا إلى موضوع الشراكة بحكم أنني أنهيت عهدتي كسفير بالجزائر وأنا مغادر. تطرقنا أيضا إلى الوضعية الوبائية لكوفيد-19 في البلدان الإفريقية، في تنزانيا، في الجزائر وفي بلدان أخرى. لقد حملني الرئيس تبون رسالة إلى رئيس بلدي يدعوه فيها إلى زيارة الجزائر وتمنياته بزيارة تنزانيا في إطار زيارة رسمية.